وعثمان. يا هلا صالح، حياك الله، تفضلي. من غير ما تفضل، بس سمعت اني خاطري بالارض تلف من وراي كأنك حرامي وتستغل نفوذك وتاخذ الارض وتخطفها. العموم مو غريبه، انا ما ادري ليش مستغربه، مو غريبه علي. اي ارض يا صالح؟ ايش تقصدين؟ ترى انا كل يوم اشتري لي ارض. وعثمان، هالحكي هذا مو علي انا، انت عارف انا شخصك بالضبط. لا يبا، غلطانه يا ام صالح، غلطانه. انا لو ادري انها بخاطرك ترى ما اخذتها، لا هو طبعي ولا هي من اخلاقي. انا ابديك على نفسي واتنقصها لك، لو ادري فيها فايده عشان ارفع عليك التلفون واقول لك اخذيها، ترى خوش ارض. قلبي نصوح يا ام صالح، بلاش ما عرفتيني. لو قلبك نصوح كان رفعت التلفون وسالتني خاطرك بالارض ولا لا يا ام صالح، وتلف من وراي تخطفها. خلاص ولا يهمك يبا، حنا فيها، ما تغلى عليك، ابيعها لك. مشكور، ما بيها، يمكن الله ردني عن الشر.